السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أعزائي الصغار في حصة جديدة لهذا اليوم. حصتنا لهذا اليوم ستكون في مادة التربية الإسلامية وبالضبط في مدخل التزكية. اليوم إن شاء الله سنتعرف على سورة جديدة، ألا وهي سورة الماعون. وقبل كل شيء كما جرت العادة يجب علينا أن نتعرف على أهداف الدرس، وأهدافنا هي كالتالي: استمعوا إلى سورة الماعون وأقرأها، استظهر سورة الماعون وأفهمها. إذن يا صغاري سأطرح عليكم سؤالا: كيف يتعامل المسلم مع اليتيم والمسكين؟ جيد، أنا أعرف جيدا بأنكم تعرفون الإجابة. نستمع الآن إلى سورتنا العظيمة ونستنتج كيف يجب على المسلم أن يتعامل مع اليتيم والمسكين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، لقد سمعتم للسورة جيدا. إذن يا صغاري، انطلاقا من هذه السورة اليوم إن شاء الله سنحاول أن نفهم معانيها وأن نشرح مفرداتها، وتابعوني. يقول الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين. وتعرفون يا صغاري من الذي يكذب بالدين؟ ذلك الذي يكذب بيوم الحساب ويكذب بيوم الجزاء والثواب. إذن يكذب بالدين، يكذب بيوم الحساب. فذلك الذي يدع اليتيم، والمقصود هنا يدع اليتيم هو ذلك الذي يقهر اليتيم ويعامله بقسوة. يدع اليتيم يقهر اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لا يحض على طعام المسكين أي أن الذي لا يحث على إطعام الفقراء والمحتاجين، الذي يمنع عنهم الطعام. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هنا في هذه الآيات العظيمة يذكرنا الله عز وجل بالذين لا يصلون ولا يؤدون الصلاة في وقتها المعلوم. ساهون، الذين لا يؤدون الصلاة في وقتها. غافلون، عن صلاتهم.
الذين يراءون ويمنعون الماعون. وتعرفون يا صغاري من هم الذين يراءون؟ الذين يتظاهرون بفعل الخير. قلت سورتنا العظيمة هي سورة الماعون. هنا يا صغاري في هذه السورة العظيمة يخاطب الله عز وجل رسوله الكريم فيقول له: أرأيت يا محمد الذي يكذب بيوم الحساب والجزاء والثواب، فذلك الذي يتصف بصفات الكفر، الذي يكذب بالدين فطبعا يتصف بصفات الكفر. لهذا يا صغاري سأطرح عليكم سؤالا أو أسئلة، حاولوا أن تفكروا في إجابتها. وسؤالنا الأول: عمن يتحدث الله تعالى في السورة؟ والسؤال الثاني: ما هي صفات المكذب بالدين؟ فكروا قليلا. فكرتم يا صغاري؟ إذن يتحدث الله تعالى عن المنافقين وعن المكذبين بيوم الحساب. وطبعا قلنا في هذه السورة من صفات المكذب بالدين طبعا هي نفسها نفس صفات أهل الكفر. صفات أهل الكفر تتمثل بعدم الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، وطبعا بعدم وجود يوم الحساب. لهذا يتوعد الله عز وجل المنافقين والذين يكذبون بيوم الحساب بنار جهنم بالعذاب الشديد. نستنتج يا صغاري من كل ما سبق أن الله عز وجل يحثنا على أداء الصلاة في وقتها المعلوم، وعلى الإحسان إلى اليتامى والمساكين. يحث الله تعالى عباده على الصلاة والإحسان إلى اليتامى والمساكين. نستنتج من خلال دراستنا لسورة الماعون، يحث الله تعالى عباده على الصلاة والإحسان إلى اليتامى والمساكين. إذن يا صغاري بهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. إلى أن نلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله، أقول لكم مع السلامة.